نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على شخص لا يرد السلام مع العلم أنه مسلم؟ نعم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، وعلى من يرد ومن لا يرد. إذا سلمت ولم يرد نلت الأجر ونال الوزر، لكن لا تسلم سلاما خفيا، لأن يعني بعض الناس يسلم سلاما خفيا ما يسمع، سلم سلاما يسمعه المسلم عليه. وإذا قدر أنه لا يسمع أشر مع السلام، أشر بيدك مع السلام. يظن بعض الناس الجهال أنه إذا كان الرجل معروفا بعدم الرد فلا تسلم عليه فتطيعه في الإثم، وهذا غلط. الحديث اقرأ السلام على من عرف، نعم، ألق السلام على من عرف ومن لم تعرف، وإذا لم يرد باء بالإثم، أنا فاعل السبب، سبب الخير لي وله، وإذا ترك الخير فعليه. نعم.